سهيل بك عبر البي ان سبورتس في برنامج كل الرياضات. سؤالي الاول، يبدو ان الظروف التي كادت تؤدي الى يعني موت النادي ان صح التعبير قد بدات تزول، وان على ما يبدو ازمه الزيتون الرياضيه المتواصله نستطيع ان نقول انه بدات الى حل. شكرا على هذه الفرصه لشرح الوضع بخصوص الزيتون الرياضيه. هو مثل ما قلتم، الرجة أو حرق المقر كان مناسبة لاصطفاف أبناء الزيتون الرياضية حول ناديهم. والزيتون الرياضية اللي معناها لعديد السنوات كان الحديث حولها يتم في صورة بكاء على الأطلال، يعني الزيتونة في السنوات الأربعين والثلاثين والعشرينات والسبعينات. اليوم أصبح هناك خطاب جديد، كفانا بكاء على الأطلال، الزيتونة نادي عريق، الزيتونة يستعد للاحتفال بتسعينياته في 2017، الوقت حان لأخذ بزمام الأمور وإعادة النادي إلى وضعه الطبيعي والأصلي، أي نادي تأطيري تكويني، نادي هاوي نعم، لكن نادي اختص في التميز، في الفوز بالألقاب. نادي لابد أن يعود إلى هذا الوضع، لابد أن يعود للانتصارات. التفكير يجب أن يترك مجال بكاء الأطلال بالنسبة لأبناء النادي اليوم. الفرصة كما فسرتم ذلك أتيحت مع حرق النادي، اصطفاف جميع النادي، جميع أبناء النادي لمساندته، لكن الوقفة التي ذكرتموها أيضا لعبت دورا هاما، وهو وقفة وزارة الشباب والرياضة عن طريق سيد الوزير طارق ذياب في تلك الفترة، ورصد ميزانية هامة لإعادة بناء المركب الرياضي للنادي، مع أن قرار بناء المركب الرياضي للنادي هو قرار اتخذ منذ سنة 1972. نعم. في 2013 انطلقت الأشغال لبدء بناء مركب النادي اللي تكون من قاعة مغطاة، من ملاعب هواء طلق، ومن حجرات ملابس جديدة. ان نعم. شاء الله سيد سهيل، نعم، ابتداء من هذه السنة. نعم سيد سهيل، يعني تعتبرون جمعية يعني محدودة الإمكانيات، والكل يعرف أنه في هذا العصر المال هو يحكم كل شيء. ما هي استراتيجيتكم للمستقبل؟ والله بدءا كان لابد من الوعي بأنه نادي الزيتونة مثل ما قلنا هو نادي هاوي وغير محترف، بما يعنيه أنه إيجاد طريقة لتمويل النادي بالطرق المستعملة في النوادي المحترفة لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية. الحل ماذا كان؟ كان أنه جمعنا مجموعة من أبناء النادي خريجين مع المدارس العليا المتخصصة، هما كوادر في الدولة وكوادر في عديد المؤسسات الخاصة الكبرى وأصحاب أعمال، جمعناهم وكوننا لجنة تطوير النادي مهمتها البحث عن موارد مالية قارة بنموذج مغاير للأندية المحترفة التي تقوم أساسا على الإشهار، نادي تأطيري وتكويني وهاوي ولا يتدخل في كرة القدم، لا يمكن أن يقوم أن تقوم نعم. يعني تمويلاته على الإشهار. الحلول وجدناها، معناها وجدنا بعض الحلول ولازلنا نبحث عن الباقي، لكن مجموعة الحلول، أولا تم تكوين جمعية تسمى من أبناء النادي تسمى جمعية أصدقاء وقدماء نادي زيتون الرياضية، تكفلت ابتداء من هذه السنة بتوفير يعني البدلات الرياضية والمعدات إلى آخره للنادي. نعم سيد سهيل، فقط من جهة أخرى اتفق، نعم حتى لا يداهمنا الوقت، سؤال أريد أن أسألك، ما هو سر بقاء النادي حين كانت كل الظروف معاكسة له؟ سر بقاء النادي وسر اليوم عودة النادي إلى سالف عهده، سر وحيد هو التفاف جميع أبناء النادي حول ناديهم. اليوم جميع الحلول المالية والتنظيمية والرياضية موجودة بيد أبناء النادي اللي ولو للحظة لم يتركوا ناديهم. هذا هو السر الوحيد، ليس هناك سر ثاني. نعم السيد سهيل النابلي رئيس نادي الزيتون الرياضي التونسي، شكرا لك على هذه المداخلة.